المتحدث الأخير مهندس أحمد منصور. تفضل أحمد. باشمهندس فتح الله، ازي حضرتك؟ بشكر حضرتك طبعا على الفرصه دي، بشكر الانفست جيت ومحمد دي على الفرصه ان انتوا اتحتوا لنا الفرصه ان احنا نقول راينا في الموضوع اللي تقريبا شاغل الناس كلها دلوقتي. انا شايف ان موضوع كوفيد 19 ليه تاثير على الجزء السكني وليه تاثير تاني على الجزء الاداري والتجاري، وكل واحد فيهم برضو ليه تاثير. انا شايف ان هو لحظي نتيجه الظروف اللي احنا فيها، وان شاء الله بعد الموضوع يعني بالتدريج بالوقت الموضوع يختفي، في حاجات هتفضل على طول. يمكن دي اكثر في الجزء الاداري نتيجه ان الكلاينتس نفسهم حاسوا ان في افشنسي اكثر، او هم مش بنفس الافشنسي دلوقتي وقبل كده، وهيوفروا مساحات وهيوفروا ايجار وهيوفروا حتى استهلاك للكهرباء وحاجات زي كده. ده بالنسبه للجزء التجاري. ممكن نتكلم على الجزء السكني، هنتكلم عن حاجات انا ملاحظها دلوقتي يعني من الكلاينتس بتوعنا او من الشركات الثانيه اللي احنا بنتكلم فيها. وفي فكره انا شايف ان هي حاصله ممكن برضه نناقش فيها، حاجه ان الناس في الريزيدنشال بدات تروح على حسب طبعا امكانياتها اكثر للمساحات الكبيره اكثر من المساحات الصغيره. يمكن ده نتيجه ان هم قاعدين وقت اكبر في البيت، فبداوا يحسوا بقيمه البيت وبداوا يحسوا ان هم محتاجين مساحه اكثر. بدأوا يتسأل أسئلة معينة عن الفتحات اللي في البيت، يعني الشبابيك الترس مثلا مساحته قد إيه أكتر. بدأ إننا نتكلم أكتر أو يركزوا أكتر في الفاسيليتيز اللي جوه الكومباوند، يعني في تراك مثلا إن إحنا نركب عجل، أو في تراك إن إحنا للجري، أو حاجة أو مكان إن إحنا نقدر نمارس فيه الرياضة في مكان أوبن سبيس يعني. دي كلها كانت تفكيرات في الجزء الريزيدنشال. احنا ممكن يكون عندنا كان في مؤخرا حاجه احنا عملناها مع شركه تامين، ان عشان موضوع الانستولمنتس، ان شركه التامين بتامن على الاقساط بتاعه العملاء، بحيث لو لا قدر الله العميل يعني حصلت حاله لا قدر الله وفاه في اي وقت، ان الشركه بتسدد التامن كامل ثمن الوحده، ويبقى خلاص ما يبقاش في عبء على الناس اللي هتاخد الوحده بعد كده يعني. ده بقى عليه اقبال كبير جدا الفتره اللي فاتت، بقت الناس بتيجي مخصوص عشان خاطر الموضوع ده. انا شايف ان ده تاثير يمكن لحظي عشان خاطر التفكير بتاعنا من دول ممكن يكون في منطقه سلبيه شويه. برضو الناس بدات تركز اكتر في ان هي محتاجه تقفل المكان، زي ما دكتور احمد كان بيقول، لموضوع سواء الوركينج فروم هوم، موضوع الاي ليرنينج، واعتقد انه ممكن يكون مكمل معانا لفتره اطول شويه حتى بعد ما المدارس ترجع، ان الناس هتبتدي، وشايف توجه وزاره التعليم ان هم ممكن يبتدوا يخصصوا جزء اكبر شويه للاي ليرنينج. يعني كل ده ممكن نوفره برضه في فكره انا شفتها في مدينه العالمين، هي مش منتشره شويه يعني، هو زي تيست ارض حوالي كانت 200 فدان، فيها جزء زراعي كان فيها جزء سكني وفيها جزء زي فندق بخدمه صحيه. ف يعني ده في الوقت اللي احنا فيه تقريبا الحل الامثل اللي ممكن اي حد في الجزء الريزيدنشال يقدر يعني هيبقى في توجه كبير جدا ليه الفتره اللي جايه. مش عارف اذا كانت الفكره دي متاحه ان هي تتكرر ثاني ولا لا. اللي انا فهمت ان هم كان عندهم مشاكل كبيره جدا في الترخيص، وان ان الوزاره نفسها تستوعب الفكره في الاول. يمكن دلوقتي بقى ان في تجاوب اكتر. بالنسبه الكلام اللي بقوله ده كله بالنسبه للجزء السكني، الجزء التجاري والاداري يمكن مش هضيف جديد قوي في الموضوع. الموضوع ان المساحات الاداريه هتبقى اصغر، التوجه كله بقى رايح لمساحات اصغر اداريا، التجاري بقى للانترتينمنت. مش عارف في تاثير لقرار انا مش عارف ايه مدى صحته ان هو يتاخد، ان بعد حتى بعد رفع الحظر كامل ومعدي موضوع كورونا، ان الكافيهات والمطاعم وكده برضه هتقفل بعد ميعاد معين زي ما بيحصل في معظم الدول في يورو. فده اعتقد حتى على الانترتينمنت نفسه هيعمل تاثير في الوحدات. فبس ده تقريبا كل اللي احنا نقدر نقوله.